السلام عليكم. في كثير من الأجهزة بيبقى ليه كليرنس، يعني مسافة حواليه أو مساحة حواليه ما ينفعش حد يقرب منها أو يحط أي مكان حواليها، ده بيبقى مثلا للصيانة. فلو أنا عملت سيلكت على المكنة دي وقلت له إيديت فاميلي، جابها لي بالشكل دوت، عايز أنا أبدأ أشتغل عليها. تمام، دي المكنة اهيت، عايز أبدأ أعمل حدود ليها لكليرنس. فسهل على نفسي الأمر إن أنا أقول له ريفرنس بلين دوت اهو من هنا لهنا، ومن هنا لهنا، ومن هنا لهنا. وتقدر تديهم اسامي، يعني تعمل سيلكت على دوت وتقول له مثلا ده ار واحد وده ار اتنين، بحيث ان انت تسهل على نفسك. تقول له دايمنشن من هنا لهنا، وممكن تقفلها بحيث انها تبقى ثابته، اول ما ده يتغير ده برضه يتحرك معاه، او تخليها زي برامتر، تعمل سيلكت كده وتقول له انا عايز برامتر اسمه ار واحد زي ما انت عايز. طيب اقول له برضه من هنا لهنا، والافضل طبعا يكون برامتر بحيث تقدر تتحكم فيها اكتر. طيب اقول له برضه من هنا لهنا اول، ليه حدود المكنة ديت بحيث يتعدل معاها. وده هقفله وده برضه هقفله وهكذا. طيب ده دي حدود الكليرنس بتاعتي. فأنا هاجي هنا في المانج، هدخل في الأوبجكت ستايل، وهبدأ أقول له نيو، وهقول له ده كليرنس، ده نوع خط جديد اسمه كليرنس، وده هنديله اللون الأخضر، وهنخليه هيدن. اوكي طيب هبدأ اقول له انا عايز ارسم خط روتيت اهوت، وتقدر تيجي انت تختار الكليرنس وتبدأ ترسم من هنا لهنا، وتقفل عليه بحيث يتغير مع الرفرنس ديت. طيب دلوقتي انا عايز بقى اعمل اكستروشن، اعمل زي مربع كبير حواليه من هنا لهنا اهوت، وهقول له ارتفاع ده مثلا 2 متر، طيب الماتيريال بقى تعالى نخش على الماتيريال، تعالى ندور على ماتيريال تكون اسمها كليرنس، مفيش. طيب هقول له ديفولت ماس، اعملها دوبلكيت، سميها كليرنس، وتعالى عندي الكليرنس ديت اديها لون اخضر، واديها اهم حاجه بالنسبه لي درجه شفافيه معقوله. تمام، وبرده ادي له اللون اللي انت عايزه. طيب انا بالنسبه لي الكليرنس الحاجات ديت عايزها تظهر فين؟ عايزها تظهر في 3D بس. اوكي طيب خلينا نعمل لود انت بروجكت، دي الحدود اهيت اللي احنا عملناها بالخطوط، واقول له ورق لي بقى في 3D، فظهرت فيها مشكلة، هنشوف ايه المشكلة دي ونحلها. الكليرنس الارتفاع بتاعه عايزين نتحكم فيه، اقول له edit family، وهاجي هنا في ال elevation او الباك، اعلم على الكليرنس، تعرفها من الماتيريال وتبدأ تشدها بالشكل دوت، وبعد كده نعمل لها زي دايمنشن نتحكم فيها، وممكن تعملها برضو برامتر لو حابب. تمام، اقول له لود اند بروجكت، ده هنا بقى كده 5 متر، المكنة كان المفروض تبقى 5 متر مش 2 متر. خلينا نرفع ديت، ده الكليرنس بتاع المكنة.